لنجاح هذه المبادرة اللي أخذنا على عاتقنا من تولينا هذا التكليف اللي احنا فيه بتوصيات سامية من صاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء على دعم المواطن الكويتي في كل المجالات. لهذا جاء فكرة حملة خلهم يرمضون ويانا على شريحة معينة مواطنين كويتيين داخل السجون، لذلك نبي نفرحهم قبل شهر رمضان أنهم يكونوا مع أهاليهم. هناك حملات كثيرة كانت في السابق أو حملة واحدة قبل هذه، لكن الحملة هذه جاءت أن اللي داخل السجن بالفعل يتم تسوية مديونياتهم عشان يطلعون يكونون في شهر رمضان الفضيل مع أهلهم، وهذه عمل إنساني تعودنا من بلد إنساني من يعني توجيهات أمير الإنسانية.